تشكيلة للخمسة العشية مرحبا بكم في ساعتنا الثانية <سؤال> على 104.1 100.0 93.5 راديو ماد تونيزي كنفكركم كان نفكركم ب 72 في تبع الموجة <سؤال> تسمعوا الجينيريك طلعونا المسلسل وتلعبوا على فوز انجل وجاء من عند سنتر اغابيل وعندكم مليون و 400 غير ما نوصيكم في الكانيوت في الزلقة الفلقة سويت أمين في توارخ الكوره توارخ الكوره في تواريخ الكوره اليوم باش نحكي شنو بقى من مونديال روسيا 2018 انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم صرح بصريحه العباره قال انه المونديال هذايا افضل مونديال على الاطلاق وهذا بشهاده الناس الكل تنظيميا كرويا وفنيا يعني كان مونديال عالمي على الاخر بدا بافتتاح سامبل وما فيهوش برشا خرم تقنية لكن كبيرة. في تقنيات كبيره ورات روسيا انه كي تعمل حاجه سامبل تنجم تنجح مش لازم اكل نبداو بحصنا في وسط التيرا لنا على كان روسنا امين آه. افتتاح بمقاومات العصر هذا صحيح وحتى الاختتام معناها يعني نفس حفل الاختتام البارح كان ويل سميث موجود في حفل الاختتام وغنى الغنايه نتاع كاس العالم لايف يت اب مع الجروب الكل اللي غنوا الاغنيه هذيا رونالدينو البارح شفناه في حفل الاختتام يضرب على التمتام اللوطه في في الحفل الاختتام شفنا شخصيات كبيره لكن الشخصيه اللي اثارت الجدل وعملت البوز في المونديال هذيا هي كوليندا رئيسه رئيسه كرواتيا اللي البارح عملت البوز مع ماكرون معناها شفنا الناس الكل البارح كيفاش مع ماكرون والتصاور اللي هبطت التوانسه نحن <applause> ما مازال كان طلق ماكرون ومرته راه جرت التوانسه ما نبروش فرنسا ماكرون بيت في البيت. البارح <applause> <applause> دونك رئيس كرواتيا البارح شفناه كيف تواسي في الملاعبيه نتاعها بالحق فما فما حاجه سبيسيال صارت في المونديال هذايا خاصه من السياسيين شفنا ماكرون البارح الصيحه نتاع بونتو الثالث يعني خلات الناس الكل يحطوها صوره المونديال يعني مم. رئيس فرنسا الجون ذاك مع منتخب صغير برشا كيفاش شباب صنع تاريخ جديد لفرنسا هاي. برئيس شاب بجيل شاب صنعوا تاريخ بلاد كامله وخلاو العالم الكل يحكي على المنتخب الفرنسي الافتتاح كان خيبه عربيه كبيره كانت في المونديال هذايا تونس مغرب مصر السعوديه بالرغم اكثر مره منتخبات عربيه تشارك في مونديال لكن حتى منتخب ما تمكن من المرور للدوره الثانيه لاستثناء التونس والسعوديه اللي حقوا انتصار كل واحد منهم والسعوديه حتى الانتصار اللي حقته على منتخب عربي اللي هو المنتخب المصري المنتخبات الافريقيه زاد ما ترشحتش للدوره الثانيه لاول مره من عام 82 منتخب حتى منتخب افريقي ما يتعدى للدوزيام تور يعني كانت خليني نقول خيبه امل كبيره للكره العربيه والافريقيه بار أوروبا. اوروبا مره أخرى اخرى تبرهن أنها هي الابرز في كره القدم وأنو ناس تخدم عندهم دي بروجي ا تيرم وكورتير معناها كي تشوف المنتخب الفرنسي هذا منتخب 14 ملاعب من الليست هذه عمرهم ما في مسابقه معناها في كاس عالمي ولا حتى في مسابقه كبيره لعبوا فما اللي لعبوا لورو معناها من من 23 فما جدد يعني فما ايكيب اخرى ما مشاتش مع فرنسا معناها من المصابين من اللي ما عيطلهمش ديدي دي شونت نجم تهز كوب دي موند معناها انت كي تشوف بايات ما لعبش كي تشوف بنزيما ما عيطلوش كي تشوف برشا برشا جيرو رقم تسعه في المنتخب الفرنسي ما سجل حتى هدف ما شاط حتى كوره في الكاج ما نبر عليه حتى فرنساوي المونديال, المونديال كامل خلاوه يخدم بعد عملوا له ليستاتيك بعد المونديال قاوه ما عمل حتى شيء لكن ما خم ما همشوهوش وديشون شد فيه صحيح وكل ماتش يهبط وليفي جيرو اللي برشا ناس قالوا خدم خدمه اخرى وليفي جيرو ابار انه يسجل اهداف صحيح مهمته تسجيل الاهداف لكنه شد لي وساهم في تتويج المنتخب الفرنسي بملاعب وحيد باصول فرنسيه خلينا نقولوا 99% فرنسي هو بافار باقي الملاعبيه ما فما حتى ملاعب فرنسا البارح في ليفيستير شفنا ماكرون على الملاعبيه في ليفستير كيفاش يحتفل مع الافارقه برقصاتهم الافريقيه وزاد جاب جندي فرنساوي كان تضرب في مالي تقصد سقيه ويديه في مالي هبط وجابوا معاه خصيصا وراه للملعبيه قال انتم فرحتوا الشخص هذا اليوم معناها باش توري انه الكوره اكثر من انها تهز لقب الكوره راهي تحيي بلدان كامله حاجه اخرى نحكي فيها في المونديال دائما ما ننساوش الجمهور التونسي اللي للأمانة أكثر حاجة فرحتنا نحن كتوانسة وعطات صورة بها على تورس أكثر حاجة تبقى من المونديال ليلة ماتش بلجيكا ومحليها كي تعيشها الغادي معناها <س Ett aesthetic> أنت يا أمير مش محليها عندك لا بالحق بالحق حتى الفيديو اللي وصلوا معناها تحس <applause> انك الوطنيه نتاع التوانسه نهارتها غير عاديه يعني كتشوف تشوف التوانسه كيفاش اجتاحوا موسكو الكل <applause> عشرين <معنى> الف <20 ,000 تصفيق> تونسي متواجدين في موسكو كانت امبيونس كبيره برشا للجماهير التونسيه زاد خلينا نقولوا في المونديال هذايا ظهرت نجوم جديده <applause> ونجوم برهنت نفسها كما مودريتش افضل لاعب في البطوله برهن انه يستحق انه يكون افضل لاعب في البطوله وساهم بقسط كبير في وصول كرواتيا لاول مره في حياتها لل... للفينال بلجيكا اول مره تكمل الثالثه في المونديال بجيل زاد ممتاز برشا ايدينا زار لوكاكو ميرتينز والناس كل المصغير الكل من الصغير للكبير للنساء للرجال للكبار النساء الكبار ولا يعرفوا لوكاكو لوكاكو جوس هذاك كي الناس الكل ولا تعرف شكون لوكاكو كاس العالم تخليك تعرف الكوره تخلي الناس النساء اللي عمرها ما تفرجت ماتش كوره تعرف معناها اورجو تعرف معناها <applause> الماتش تعمل <applause> يسالوك وقتاش يبدا ماتش كرواتيا تصير عادي تمشي للمرأة تقول لك وقتاش تلعب ايزلندا ونيجيريا اللي هي ما عندها حتى علاقه بايزلندا ونيجيريا لكن تسمع رجلها يعاود برشا كوب دي موند بالحق شهر سبيسيال برشا في حياه اي عبد شهر كل اربع سنين عشنا فيهم بيونس كبيره دونك الشهر هذايا وفي البارح بتتويج المنتخب الفرنسي للمره الثانيه في تاريخه، دونك الكأس العالم مره اخرى ما تختارش اسم جديد باش يتوج بها، اختارت اسم قديم هو المنتخب الفرنسي توج عام 98 ورقم ثمانيه يظهر لي يحب فرنسا، عام 98 هزت فرنسا، عام 2018 هزت فرنسا، اهداف 28 ما أهداف, اهداف فرنسا، اهداف فرنسا الكل تسجلت في دقيقه فيها 8، دقيقه 18، دقيقه 28، دقيقه 38 يعني تشوف الدقائق اللي تسجلوا فيها اهداف فرنسا، فيهم رقم ثمانيه ديما موجود حتى البونتو في دقيقة 59 زاد تسجل في 58 واش من تسعة 59 معناها تحس فما رقم ثمانية سيمبوليك شوية صح. بالنسبة لفرنسا تم اختيار مبابي لاعب المنتخب الفرنسي ومش سهل تلبس 10 في فرنسا لبسها بلاتيني ما هزش كأس العالم لبسها زيدان هز كأس العالم لبسها مبابي رقم 10 وهز كأس العالم مبابي أفضل لاعب ساعة تم اختياره في المونديال 19 عام ثالث أصغر لاعب يوصل للدورة النهائي ويحقق اللقب بعد بولي وثاني, وثاني آه بيرغومي لاعب المنتخب الإيطالي عام 82 آه وثمانين. آه وثاني لاعب بعد بولي سجل في دور نهائي يعني بعد بولي كان سجل هو سجل زاد البارح في الفينال هذا سجل أربع أهداف أحسن لاعب صاعد مودريتش أفضل لاعب في البطولة كورتوا حارس المنتخب البلجيكي أفضل حارس أريكان مهاجم المنتخب الإنجليزي خذ الحذاء الذهبي هو هدف البطولة بستة أهداف والمنتخب الإسباني ما خرج الشكاكة خذي جائزة اللعب النظيف في المونديال هذية هذية كان ختام المونديال مونديال قادم باش يكون 2022 في قطر البارح تم تسليم الرايه انه قطر باش تحتضن المونديال 2022 للامير القطري من قبل الرئيس الروسي بوتين دونك لومبيونس وفيت في انتظار كؤوس عالميه اخرى وان شاء الله مره الجاي ما نمشيش نشاركوا من اجل المشاركه ان شاء الله تونس مره جاي تكون في ادوار متقدمه وان شاء الله نفرحوا كما فرحوا برشا شعوب برافو من هلال هذه تويرخ <applause> الكره لليوم